حينما يكون الحديث عن النجاح مع التميز لابد أن تستدعيه الذاكرة، وحينما تبحث عن الحنكة والخبرة والثراء العقلي الممزوجين بالحيوية والنشاط والتجدد لن تجد من هو أفضل. إنه سيد عبد الحفيظ، نجم الملاعب والإعلام والإدارة. ولد سيد محمد عبد الحفيظ في قرية قلمشا بمحافظة الفيوم في 27 من أكتوبر عام 1977. بدأ مسيرته الكروية عن طريق اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي في 13 من يونيو عام 1989. انطلقت خطواته نحو النجومية مع فرق الناشئين بالنادي تحت 12، 13، 14، 15، و16 سنة، حتى كانت محطته الأخيرة مع الناشئين تحت 17 سنة، ليبدأ رحلة اللعب مع الكبار مبكرا في موسم 96-97. شارك فيجو الشهير بسيد عبد الحفيظ مع الفريق الأول بالأهلي في 220 مباراة رسمية، حقق مع الفريق 14 بطولة في 9 مواسم. على المستوى الفردي حصل الكابتن عبد الحفيظ على عدة ألقاب، وهي أحسن ناشئ في مصر موسم 96-97، أحسن لاعب في مصر موسم 97-98، ثاني أحسن لاعب في مصر موسم 98-99، أحسن لاعب في البطولة العربية للمنتخبات الأولمبية، صاحب ثاني أفضل هدف في بطولة دوري الأبطال الإفريقي 2001 في مرمى الترجي التونسي لبطولة إفريقيا عام 2001. مسيرة عبد الحفيظ مع المنتخبات لم تكن أقل زخما عنها مع الأهلي، حيث بدأ مع منتخب 16 سنة، ثم شارك مع منتخبي الشباب والأولمبي في 68 مباراة، سجل خلالها 18 هدف، بالإضافة إلى مشاركته مع المنتخب الأول في 28 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف. الإصابة اللعينة كانت سبباً في ابتعاده عن الملاعب مبكراً وهو دون 30 من عمره، ليعلن اعتزاله الكرة رسمياً، لتقام مباراة اعتزاله يوم 12 سبتمبر عام 2006 باستاد المقاولون العرب، ليغير بوصلة التألق والنجاح في اتجاه العمل الإداري. بدأت بالعمل كمدير لأكاديمية الأهلي فرع المنصورة. استمرت مسيرة الكابتن سيد عبد الحفيظ الزاخرة بالنجاحات ما بين العمل في المجال الإداري كواحد من أصغر من تولوا منصب مدير الكرة بالفريق الأول عبر تاريخ النادي، وما بين العمل الإعلامي كمقدم برامج صاحب حضور قوي ومتميز. على الصعيد الإداري تولى عبد الحفيظ منصب مدير الكرة أكثر من مرة، بداية من عام 2010 كواحد من أنجح الشخصيات في هذا المنصب الحساس، حيث تميز بقوة الشخصية والحسم الممزوجين بالمرونة اللازمة، مما ساعده على النجاح في إدارة جميع الملفات الصعبة ليحقق رصيدا هائلا من الاحترام والتقدير والحب لدى الجماهير ولدى كل من تعامل معهم على كل المستويات. ولا أدل على ذلك من عمله مع 3 مجالس إدارات متعاقبة في عهد الكابتن حسن حمدي، المهندس محمود طاهر، الكابتن محمود الخطيب. على الصعيد الإعلامي تنقل عبد الحفيظ بين أكثر من قناة بخطوات راسخة، كان آخرها الظهور المتميز على قناة الأهلي قبل أن تستعين به إدارة النادي مجددا لتولي نفس المنصب ليواصل رحلة النجاحات التي لا تقف عند حدود لا تعترف بعقبات لا يعلوها سقف، ليبقى النجاح مرتبطا دوما باسم الكابتن سيد عبد الحفيظ أينما حط الرحال.